الحب يا صاحبي زي السجن دون حبيبك والله عجب. طب اسمع يا صاحبي اسمع، بتحبها وبدك اياها اعمل حرب عشانها وخذها خاوة، كلمة مش نصيبها فكك من امها. نشوف الكون بعيونا، ظلمة الدنيا من دونا، مدري بي غريب مدري بي لسا مدري بي. يعني انت حدا مدمر عاطفيا ورحت لعند صاحبك هذا، يعني ما بعرف هو هذا البيك بوست تبع الشله ولا هذا صديقك الانتيم الخبره، يعني رحت تستشيره بمشكلتك العاطفيه وهو قاعد اصلا طقي على الدنيا حاطط لي الارجيل ونازل وبخك الدخان بوشك واعطاك اياها بقى يا معلم، فكك من امها اذا مش نصيبك. بقولش مش نصيبك، هي نصيبك مش نصيبك، فكك من امها. يعني شو الوعظه من الموضوع؟ شو خطركم انتوا الاثنين لما طلعتوا تصوروا؟ شو كنتوا قاعدين عم تعملوا يعني حتى نزل عليكم الوحي وقررتوا انه هذا هو المقطع المناسب نحن ننشره على ما بعرف وين ناشرينه اصلا، يعني وين ناشرينه، على اليوتيوب ولا على الانستغرام ولا وين؟ شو المبدا؟ شو الموعظه اللي قدمتوها للشباب؟ انت هيك انتصحت يعني اخذها خاوه، بلكي عندها مثلا عمامه كلهم جماعه بشوارب وبواريد ورحت لتاخذها بالخاوه حطوك ودبكوا على شواربك. بلكي مثلا ابوها زلمي حيوان وطلع لك بالسكين خزق بطنك هيك وخلى مصارينك تلعب. شو بتكون استفدت بالخاوه؟ بعدين شو جو الاغاني العراقيه اللي شغال معكم هاليومين؟ لسه كل واحد بيجيب لي كلمتين بيطبق لي اياهم على شويه اغاني عراقيه وبيفلت يا معلم. بيطلع لي هيك بلحظة بتنزل عليه بيبلش أنا بلي واحد بيقول لك عم أنت شب مكانك لعند الرب، واحد بيطلع بيقول لك فكك من أمها، والتاني بيقول لك شعب مدري شو مال. شو صاير معكم يا شباب؟ ليش ليش هي الأجواء تبع الأغاني العراقية والحزن والندم وكله مدمر عاطفيا وكله مكتئب وكله كرهان الدنيا؟ طولوا بالكم إن شاء الله الحياة حلوة يا جماعة الخير، والله الحياة حلوة.